قال أيتها العير بالتأنيث مراعاة لهذه الدواب. والعير قام كما قال بعضهم جمع لا مفرد له من لفظه، والمراد به الإبل الحمولة وما عليها من متاع وركاب، وبعضهم قال يطلق على الحمير، وقد سبق ذكر الخلاف في هذا. ثم تجوز فأطلق على غير الحمير من كل ما يقع عليه هذا الوصف. والمراد به هنا هم أهل العير أو ركابها، كما في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، كما سيأتي إن شاء الله، أي واسأل أهل القرية واسأل أهل العير أو ركاب العير. وهذا من المجاز بإطلاق المحل وإرادة الحال، إذ لا يعقل مخاطبة القرية نفسها وهي عبارة عن أرض أو مساكن أو طرقات مما يطلق عليه قرية، وإنما المراد بذلك سكانها. وكذا أيضا لا يعقل خطاب الحيوانات كما تقدم بعدم عقل خطاب الجمادات، فكذلك الحيوانات لأنها لا تعقل إلا في حالات مخصوصة مما هو معلوم، وبقدر معين أيضا. فإذا لابد من تأويل هذا اللفظ بحيث يصح معناه. فخاطب أهل العير قائلا لهم إنكم لسارقون، ولذلك صار الخطاب هنا للجمع المذكر، ما استمر في خطاب المؤنث حين قال أيتها، ما قال أيها، وما قال ثم وذاق، ما قال من بعد إن كنا لسارقات، وإنما قال إنكم لسارقون. فأطلق التهمة عليهم مباشرة بصيغة التوكيد التي لا تحتمل الشك، كأن الأمر يقين، وهذا عجيب. لكن في بعض الأحيان قد يبلغ المدعي إذا كان جهة عليا قد يقوم بمثل هذا الأمر لأجل زعزعة ثقة المتهم إن كانت الشبهة قوية، ليدفعه ذلك إلى الاعتراف. فهو أسلوب من أساليب التحقيق أو نزع الاعتراف من المتهم، إذ يوهم المحقق أنه عارف بكل تفاصيل الجريمة، وواثق من نفسه بذلك، ليدفع المتهم إلى الاعتراف حين ينهار بسبب هذا القول، خاصة إذا كان ضعيف الشخصية، ليس ذا دربة في هذا الأمر أو في أساليب التحقيق، فيعترف على نفسه بكل شيء. وعلى كل حال يعني بعض أهل العلم هنا قال كيف تسنى ليوسف عليه السلام أن يتهم إخوته بهذه الجريمة وهم لم يرتكبوها؟ قال إنكم لسارقون، يعني التوكيد بالأول وباللام أيضا لسارقون، لام المزحلقة التي دخلت على الخبر وتفيد التوكيد أيضا. فبعض أهل العلم أجاب عن ذلك بأن يوسف عليه السلام تجوز لنفسه
بذلك، لأن شريعته لا تمانع من ذلك لأجل المصلحة. لكن المعلوم في الأصل أن الشرائع لا يلزم أن تختلف في كل شيء، بل قد تتفق، ومثل هذا الأمر قد يكون مما يتفق عليه، وهو أن البريء لا يتهم بما ليس فيه أو بما لم يفعله، وإلا عد ذلك ظلما من متهم. ولذلك بعض أهل العلم قال بأنه أطلق عليهم هذا الوصف باعتبار أنهم قاموا بسرقة يوسف، سرقته هو. طبعا الكلام هنا عن المؤذن، ولكنه متحدث بلسان يوسف عليه السلام، فإخوته سارقون، هم قد سرقوا يوسف عليه السلام من أبيهم، فصدق عليهم أنهم سارقون، فلم يتهمهم بما ليس فيهم. ووصف السرقة هنا مطلق، ما قالوا أنتم تسرقون كذا، وإنما قال إنكم لسارقون، فيصدق عليهم هذا الوصف ولو مرة واحدة. لكن الصيغة هنا قد لا تساعد على ذلك، لأن الصيغة هنا وردت باسم الفاعل، وكأنها تشير إلى الحاضر والمستقبل الذي يفيد التجدد لا الماضي، ولكن ذلك أيضا لا يلزم، لأنه ما قال إنكم لسارقون الآن أو غدا أو في المستقبل، فاسم الفاعل ينطبق عليه وصف الشيء من فعله، سواء فعله في الماضي أو في الحاضر، أو أنه ينوي فعله في المستقبل أيضا. إني لفاعل ذلك غدا. و بعض أهل العلم له تأويل آخر في هذا، فيقول بأنكم بفعلكم أو حالكم حال السارقين، لأنكم تحجزون متاعا لغيركم، ولو لم تفعلوا ذلك عن قصد ولكنكم أشبهتم السارق الذي يوجد عنده متاع أخذه من غيره، فعلى كل حال جاءت هذه التهمة لأجل قصد كما تقدم.